اسم جديد وشخصية استثنائية من سيدني بحييكم وتحديداً من بيت مارو. كارين بستاني تستضيف سيدة المطران أنطوان شربل طرباي راعي المطرانية المارونية بسيدني اللي غير بمعايير الجينة اللبنانية بأستراليا إنسانياً ودينياً. شو حققتوا وشو بعد بدكم تحققوا؟ أطلقنا برامج توعية بمر شربل، أطلقنا مشروع دار المسنين، إنه وعدي إنه أنا كنيستي مش حجر، هي كنيستي كنيسة البشر ومش بس المسيحيين. أسماء من التاريخ. فكر بشعب لبنان اللي هو مظلوم وشعوب الشرق مظلومة. الأربعاء 9:30 المساء على الـ LB2.